وحلت الأحزاب واصطدمنا مع حزب الإخوان المسلمين في 4 سنين، سنة 53 وسنة 54. وكان الإخوان المسلمين في هذا الوقت يريد أن يؤثروا على احتمال الثورة ويعملوا من نفسهم أوصية على الثورة، واختلفنا وأعلنوا الحرب علينا وأطلقوا عليها الرصاص في سنة 54 يوم 26 أكتوبر في اسكندرية، وبدأ صراع واعتقل أعضاء الإرهاب في حزب الإخوان المسلمين وحكموا في سنة 54. لا حزبية ولا إخوان، لا حزبية ولا إخوان. في سنة 54 كنا بنتفاوض مع الإنجليز علشان الجلاء، وفي نفس الوقت كان الإخوان المسلمين يعقدوا اجتماعات سرية مع أعضاء السفارة البريطانية وأقول لهم إن إحنا سنستطيع أن نستولي على السلطة وسنستطيع أن نعمل كذا وكذا، وتفاوضوا معنا. وكان الإخوان المسلمين كحزب لا يمثل أبدا الشعور اللي بنشعر به في مصر. المرشد لحزب الإخوان المسلمين في هذا الوقت أيام ما كنا بنحارب في القناة سئل إيه موقفكم بالحرب في القناة؟ قال إحنا والله دعوة واسعة، أنتوا هنا في مصر قد تكون مصلحتكم أنكم تحاربوا في القناة، وإحنا نرى أن المصلحة أن نحارب في بلد آخر. دي دعوة الإخوان المسلمين، كلام كله تضليل وكلام كله تجارة بالدين. في سنة 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الإخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم، وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لايام الحاكم بامر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. وانا في رايي ان كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، انت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ فكنت أنت
إذا كنت أنت مش قادر تلبس إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفسك؟ بعدين المرأة ما تشتغلش. أنا في رأيي إن المرأة حينما تعمل نحن نحميها، إن اللي بيضله بيضله ليه؟ من الحاجة، من الفقر. بنعرف واحدة إنها عيان أو ما عيانة وما لقيتش فلوس، كلنا نعرف الحكايات اللي كانت تحصل بهذا الشكل، اضطرت تفرط في نفسها. إذن العمل هو حماية للمرأة، أما منع المرأة من العمل فهو ضد صالح. نحن فعلا نحرر المرأة بأن المرأة تعمل وتتكاتف مع الرجل. طلب حاجات بقى بعد كده، بنقفل السينما وبنقفل المسارح، بنخليها ضلمة خالص يعني. كانش ممكن طبعا نعمل هذا الكلام. اصطدموا معانا بعد الحاجات دي، وبدأ في 54 بالتضليل تحت اسم الدين، وبدأوا محاولة الاغتيال، وفي نفس الوقت حكموا بمحكمة الثورة. السنة اللي فاتت سنة 54 قبل الدستور قلت عفى الله عما سلف وطلعتهم كلهم من السجن، وعملنا قانون يرجع كل واحد فيهم الى عمله بمهويته وياخد دوره في الترقي وكل شيء. سنة قصدي 64، انا قلت 54، سنة 64، في سنة 64 عملنا هذا القانون وطلعوا. في سنة 65 مسكنا مؤامرة الإخوان الجديدة، الجهاز السري وخطط الاغتيالات والتدمير وكلام الواحد أما يشوفه يستغرب، يقولوا إن كل هذا الشعب شعب كافر ومحدش مسلم غيره، وهم عليهم انهم يستولوا على السلطة وربنا اللي يحكم مش الانسان اللي يحكم. طب ازاي ربنا يحكم الا اذا كان ليه رسول؟ كلنا عارفين في اول الاسلام كان هناك رسول يقول لك ان احنا نرفض التمثيل الشعبي، نرفض البرلمان، نرفض كل هذا، ولكن حكم الله. مين حكم الله؟ المرشد اكبر واحد فيهم هو خليفة الله وهو رسول الله، واحنا كلنا كفرة، مش احنا بس، كل العالم، كل الدول العربية حتى اللي هم قاعدين فيها النهاردة، وكل الدول العربية دي كافرة بملوكها برؤسائها، بكل واحد فيهم كافر. ده الكلام اللي قالوه، وما حدش مسلم غير الاخوان المسلمين. طبعا اعتقلوا، واعتقلنا ايضا جميع تنظيمات الاخوان المسلمين القديمة، وقلنا ان العملية مش عملية بسيطة، عملية مش عملية اغتيال جمال عبد الناصر. اغتيال جمال عبد الناصر هيطلع 1000 واحد زي جمال عبد الناصر، ولكن اغتيال الشعب لا يمكن ان احنا نقبله بأي حال من الأحوال. والتدمير ثم الفاشستية اللي بينادوا بيها
بأنهم بيحكموا باسم الله وهم في هذا لا ينفذوا أي شيء ولا يقصدوا أي شيء إلا أن يكون فيه حكم فاشيستي فعلا. وبدأنا نستعرض حالاتهم كلهم، الناس اللي اشتركوا في هذه التنظيمات السرية كلهم هيتقدموا للمحاكمة، الناس الخطرين اللي افرجنا عنهم سنة 64 وكانوا اساسا يمثلوا رؤوس في الجهاز السري او اعضاء خطرين، دول هنعتقلهم. بعد كده الباقيين بيطلعوا نفرج عنهم ونديهم فرصة تانية، نديهم فرصة تانية. بعد كده اذا اي واحد فيهم لعب بديله بنعتقله ومش هنخرجه ابدا من المعتقل. كفاية احنا لا نستطيع ان نقامر بمكاسبنا اللي حققناها في 13 سنة اللي فاتت، ولا نستطيع ابدا ان نتهاون في مصيرنا، ان نسلم انفسنا لاعوان الاستعمار والرجعية مهما كان اسمهم ولو كان اسمهم اخوان مسلمين. احنا كلنا نعرف ان الاسلام في هذا ليس الا خديعة علشان يضحكوا بيها على عقول الناس وينضموا ليهم. اما هم لا هم مسلمين ولا هم اخوان، هم ناس حاقدين، حاقدين الحقد يملأ قلوبهم ويملأ نفوسهم. قيادتهم الموجودة في الخارج تعاونوا مع حلف بغداد، تعاونوا مع الدول الاستعمارية، تعاونوا مع جميع أعدائنا، تعاونوا مع الرجعية العربية، وأثبتوا بالدليل الواضح أن حزب الإخوان المسلمين أو حركة الإخوان المسلمين ليست إلا حركة تعمل لحساب الاستعمار وحساب الرجعية، يمولها الاستعمار